8/4 الشباب عندهم خيمه قريب على الخلاني بعد الساتر اللي مسوينه اللي هي الرقعه الجغرافيه مال التظاهرات مالتنا. قدموا عليهم قوات الشغب من 4 مكانات، طلعوا لهم من الدرابين مأذينهم دمرينهم دمار، يعني احنا كورونا وظرف منه ظرف اقتصادي بالشكل بالعراق ومشاكل وازمه اقتصاديه والعوائل المتعففه اللي كاتلها الجوع. رغم هذا سياسه قوات الشغب اللي ما عرفنا منو اللي يقدر لهم من يقودهم، يعني يا هل نتصل به ما يقدر يسحبهم هاي القوات. قدموا على شبابنا هنا حسين مدمرينه فلشينه براسه ايدي صاير عنده شد عصاب رجله، هنا لواء ضاربينه برجله وايده وراسه، وعندنا شباب اثنين جوا مدششينهم كذلك، يعني ما اعرف وين يريد يوصلون. كذلك اوصل رساله اليوم احنا من ساحه التحرير، رغم الجوع رغم هاي الشباب اللي اكو ناس اليوم سووا مؤتمرات بتركيا ومؤتمرات ببغداد ومؤتمرات باوروبا، ما يدرون احنا جاي يصير بينا، ما يدرون اليوم احنا كل يوم ولدنا جاي تنقتل وجاي تنضرب وجاي تتكسر، ما يدرون عنا لان هم ناس متسلقين قوطهم ورباطهم وعندهم مش كف فلس يروح. احنا هم ما محتاجين فلوس، لكن احنا عندنا ضمير حي ما نقدر نعوف اخوتنا. انا رساله اللي اجى اخذ له صورتين هنا انا بساحه التحرير وراح ركض بين اوروبا وركض بين ما اعرف وين ويسولف باسم الساحه. لا احنا اليوم عندنا اخوتنا اليوميه جاي قوات الشغب تتقدم علينا، عندنا اخوتنا جوعانين، اخوتنا عطشانين وجود الكورونا. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد في شاشة الرافدين لأجل سماع أصواتكم وآرائكم حول المواضيع التي نطرحها في حلقاتنا. أي شخص يحب يتصل بالبرنامج ويبدي لنا رأيه، أرقام البرنامج أسفل الشاشة هنا تقدر تشوفها وتتصل على أي رقم من هاي الأرقام، إضافة إلى رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب، الرقم أيضا موجود أسفل الشاشة. أنوه للسادة المشاهدين مرة ثانية أنه هذا الرقم غير مخصص للاتصال، عذروني 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 وعذر البرنامج والقناة، ما نقدر نستقبل أي اتصال على برنامج الواتساب، اتصالاتكم على الأرقام الثانية، أما هذا الرقم فقط للرسائل، أي شخص يحب يدزلنا رسالة نتشرف فيه، أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمه ومكانه حتى نعرف قضيته ونقرأها للسادة المشاهدين بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. بداية قبل ما أدخل بموضوع الحلقة، اليوم هو يوم أسود مشؤوم، الذكرى 17 لاحتلال العراق. هذا اليوم اللي أصبح هو من أكبر مصائب العراق، لأنه في هذا اليوم بلش التأسيس لمجلس الحكم الانتقالي وللعملية السياسية والانتخابات والمحاصصة الطائفية والفساد والدمار والأحزاب والميليشيات وكل شيء. في هذا اليوم بيع العراق، بيع العراق على يد من على يد أناس يعني من المفترض أن هم عراقيين، من المفترض أن هم يحجون لهجتنا، والمفروض ان هم شايلين جواز عراقي، بس مع الاسف ولا واحد بيهم معترف بجواز العراقي ويتحامى بجواز البريطاني والامريكي والفرنسي والايطالي والاسباني والايراني. عبد فلاح السوداني باق ما باق وانهزم بجواز البريطاني، ايهم السامرائي باق ما باق وانهزم بجواز الامريكي وغيره كثير. القائمة ما شاء الله طويلة من 2003 لليوم، حسبوها كم انتخابات، كم 300 نائب وكسر، كم سياسي صعد وكم سياسي نزل، وما شاء الله كلهم عندهم رواتب تقاعدية وكلهم عندهم بدلات خطورة وعندهم بدلات حماية وعندهم فلوس وعندهم رواتب ماشية، واحدهم ياخذ راتبين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وتصير 10 رواتب، واحدهم كان حافي وصار مليونير. فهذا اليوم اللي هو 9/4 قبل 17 سنة اللي أسس لنا الحال اللي احنا به. أما قضية اليوم وبرنامجنا اليوم عن المعتقلين أيضا والشغل الشاغل للناس، الشغل الشاغل للعراقيين، طرحوا قبل فترة عفو خاص وقالوا العفو الخاص لكل واحد
أكمل نصف مدة محكوميته، ولكل واحد محكوم سنة فما دون، ولكل واحد عنده تهمة ما لها علاقة بالإرهاب ولا بالدولة ولا بالأمن ولا بمسميات كثيرة، يعني حطوا حتى بهذا الشروط، فهو ما تقدر تسمي عفو، لأنه 80% من المسجونين ما يعرفون لحد الآن هم على شنو مسجونين، ماكو قاضي حقق وياهم قاضي تحقيق، ولا محكمة حاكمتهم، ولا حكم صادر عنهم بالبراءة أو يعني بالذنب من عدمه. فإذا ما ينعرف مصير ذولا شنو، وأكو هواية نتيجة التعذيب، والكل يعرف أنه قضاة التحقيق بالعراق ما شاء الله عليهم دا يستخدمون أساليب إنسانية إلى درجة أنه المواطن العراقي المعتقل البريء بعد ما يتحمل هاي الإنسانية فيوقع على أي شيء. يعني احنا عندنا حقوق انسان ما شاء الله بالكتل وبالكيبلات وبالكهرباء وبالحريق وبالتعليق وبالصخر الحار وهوايه ما شاء الله، يعني ايران صدرت لنا طرق تعذيب رهيبه. فهاي الانسانيه اللي قال عليها ابراهيم الجعفري ان كان وزير خارجيه، قال احنا انتهاكات حقوق الانسان بالعراق صفر، انتوا ليش تحكون علينا؟ فهاي الإنسانية بالسجون العراقية اللي خلت الناس تعترف، خصوصا كبار السن اللي ما يتحملون تعذيب، واللي من المفترض أنه أكو قضاء، أكو هيئات قضائية، أكو هيئات تحقيقية، لما يشتبهون بأحد أكو طرق سليمة للتعامل مع القضية، لازم يشوفون شهود، لازم يتأكدون من المصادر. طبعا دا أحكي لو كان القضاء قضاء، ولو كان المنظومة الأمنية تتعامل مع هؤلاء مواطنين مو مذنبين، بحيث المعتقل ينشال من سيطرة الرزازة وتهمته جاهزة وحكمه جاهز وما يندر روحه هو وين. أبو عمر من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحياتي لك أستاذ رفل وإلى مشاهدين قناة الرافدين وإلى الشعب العراقي. نتمنى أن إن شاء الله هذا المرض كورونا يزول عن العالم وعن شعبنا المجيد إن شاء الله. عليك السلام ورحمة الإكرام أخوي العزيز. أنا ممنون أستاذ رفل. أستاذ رفل، بالنسبة لموضوعكم اليوم اليوم الأسود اللي الدخول الأمريكان واحتلال العراق، وأيضا موضوعكم اللي جايين تواصلون به عن موضوع المعتقلين، أستاذ إحنا كنا نعرف أنه الأمريكان بكافة الدول العالم اللي استغلوها واللي استحلوها واللي دمروا واخذوا خيراتها واللي تآمروا على رؤساها ما صار مثلنا بالعالم كله نهائيا. أمريكان لا. هم هدفهم ماكو، إحنا كان عندنا السلاح النووي أو قنابل اللي هي مصنوعة اللي حسب ادعاءاتهم اللي كان يقولونه، هم أرادوا أنه يضعفون حكومتنا العراقية ورادوا أن يأخذون خيراتنا، لأنه إحنا الخير اللي عندنا الموجود ما يعادل 4 دول يعيش، فهم ما قعدهم محبة للشعب العراقي، جو يستغلوه بهذه الطريقة بأنه عندنا قنابل غير يعني هي شلون ما نقول أنه محرمة دوليا، فمن ما وجدوا عندنا هاي القنابل اللي ما موجودة عندنا بالعراق لازم أن يكون لهم دورهم غير دور. لكن للأسف العراقيين في ذاك الوقت من 2000 كذا اللي حدث ماكو إنسان إنه يدافع عن هذا الشعب المظلوم اللي شاف المأساة من الأمريكان والحكومات المتعاقبة اللي أجت أحزاب السلطة في المنطقة الخضراء اللي ما دعمت الشعب العراقي وقفت وياه وقفة وطنية من أجل خروج الأمريكان ومن أجل محاسبة الأمريكان اللي سووه بلدنا واللي دمروه واللي أخذوا خيراته وما شافوا أي شيء عنده. هذه كانت كلها أكاذيب. والمنطقة اللي موجودين فيها حزب الدعوة أو حزب فيلق منظمة بدر، هم دخولهم أول دخول هم جو للعراق، واللي هم بسببهم اللي كانوا يسمون بهم المعارضة، فدول اللي بينت من عندهم المنطقة الخضراء بين عندهم أنه وحشيتهم وأنانيتهم للشعب العراقي والحكم اللي أخذوه من أحزاب السلطة كأمثال هادي العامري وقيس الغزالي ومقتدى الصدر، كلهم دول ما يمثلون للشعب العراقي، لأن دول في ذاك الوقت كانوا محسوبين بالمعارضة.
فالمعارضه من تكون معارضه للشعب ومعارضه للدوله، ما تكون معارضتهم للدوله للشعب. فهسه احنا نشوفه بالواقع الحال، يعني سووا طائفيه يقتلون ابناء الشعب العراقي. نعم. ووصلت مرحله بانه للاعتقالات، وهاي الامور اللي طالت 14 سنه اللي حكموا بها واعتقلوا شبابنا وجوي على منهاج الطائفيه، ما ممكن من هناك نترجى منهم الخير، لانه كل اللي سواه طيله 14 سنه وقفوا يعني المصانع والمعامل والمزارع، بس هم يعني نقدر نقول تركيزهم على ابناء العامه لانه هم سكينه في اركابهم، واللي ما يقولونه اللي يعني اثناء النظام السابق فهذه كلها اكاذيب. اثناء النظام السابق يعني الشعب العراقي معقوله كله يعتقل؟ معقوله كله ينقتل؟ اي واحد يقولون عليه نظام صد دمي او بعدين. نعم. حتى بالتظاهرات يعني سمعوهم كلام غير لائق بانه نعم. نحن ساعات التظاهر يتواجدون بها النظام السابق ومجموعات بانه تدعمهم من سفارات، فحاولوا عده اكاذيب انه يخربون هذه الصوره. طيب انتم صورتكم هي سوداء، والصوره اللي بينت هي متى وحشيتكم للشعب، قتلتوا المظاهرين. بس ابو عمر يعني اكو شغله حقيقيه الواحد لازم يعني يكون صادق بها. انت ذكرت انه المتظاهرين كان اكو بها جزء من النظام السابق ومدعومين من سفارات دول الخارج. نعم. لكن لا ما موجود استاذ العفو، سؤال العفو، ماذا اسمع صوتك شلون؟ انت قلت انه يعني انه كانوا من ضمن المتظاهرين اجزاء من النظام السابق ومدعومين من سفارات دول الخارج ورادوا الحكومه تسوي هذا الشيء. استاذ سووا هذا الشيء لانه المظاهرين عندهم الروح الوطنيه وحبهم للعراق، فهذه بالضبط. وهذا اللي ريت اوضحه انه الناس مو تفهم انه المتظاهرين مدعومين من سفارات دول الخارج، لا العكس هو الصحيح. المتظاهرين شباب عراقي عنده روح وطنية، عنده حب للوطن، طلع بروحه وبدمه لأجل هذا الوطن، ما ندعم من جهة خارجية. نعم أستاذ. وهذا لاحظناه يعني من جهة يعني ناس في الأيام السابقة قبل التظاهرات كانوا أكو طلاب يظاهرون أو خريجين كليات يظاهرون، فكيف كانوا يقمعون أو يرشون بالماء الحار اللي كانوا موجودين في كل وزارة في منطقتها. نعم. فكانوا ما يعترفون بهم نهائيا لانه هذه الاحزاب المشكله من عده احزاب ومن عده مجاميع، ما تريد مجموعه خاصه تنهض للشعب، وما تريد تبين انه فد مكان ينتخبون رئيس او فد انسان وطني لهذا الشعب العراقي لكي يخرجهم من الظلمات الى النور. فهذا الشيء استاذ العزيز ما يصرف لهم، لانه عندهم الوحشيه اللي ماشيين بها وما ممكن انه تتغير نهائيا من عندهم، ما ممكن. لا. لانه الشعب العراقي رافضهم اصلا نهائيا وما يريدهم. طيب شكرا لك ابو عمر، واعتذر منك بس اريد افسح المجال الى باقي المتصلين بالحلقه. ام علي من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. نعم المحتقلين. نعم اختي تفضلي. اي هو يعني كل حكمهم باطل وهم ابرياء من الاساس، يعني هم يجيبونهم من التعذيب ويحترفون واكو بهم يشدون عيونهم ويقعونهم على اوراق ما يعرفون ايش بيها ما بيها، يعني هم ذولا يعني مو مظلومين، هذا مو ظلم كليته، ليش ما ينطون؟ يعني هسه اكثريته جات ترى السجناء جات تموت بالسجن ولا ببالهم ولا حد يهمه، يعني هذا لو ابن واحد يعني من الحكومه او من البرلمان وهاي يسكتون عليه لا صار عليه شيء، لو هذول كيف ما وراهم احد؟ نعم. عادي اللي يموت وهاي عادي عندهم. ليش ما ينطون عفو عام لذول المحتقرين الابرياء؟ كله بسبب التعذيب وكل هاي تعرضوا للتعذيب، ولحد هسه تعذيب بالسجن وميتين من الجوع، ولا بالصيف يحصون هواء ولا بالشتاء يدفون، ليش هذا الظلم؟ ليش هم مو اسلام؟ لو كفار هم. والله لو جايبين كافر مخلينا ماكو وزير كان شفع لهم وطلعهم من السجن وطاهم عفو عام. نعم. ليش هذا الظلم هم؟ ليش ما يفرجون عنهم؟ يعني هسه جاي يطلعون ما ادري كم واحد ميت بالسجن بسبب هذا المرض.
نعم. يعني عفو عام حالي حال الدول هاي كلها بطت عفو عام وطلعوا من المستقلين. نعم نعم. شكرا شكرا لك ام علي. انت سالتي سؤال انه هذول المعتقلين ليش هم مو اسلام حتى لو كفار ما يسوون بهم هيجي. لو كانت الاحزاب الاسلاميه كما تدعي انه هي اسلاميه تتبع سيره الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، كانت تبعتها لما شافتها شلون تعامل او اتبعت اوامره لما نتعامل مع اسرى المشركين في حرب بدر. ما انضرب بهم اسير ولا تاذى بهم اسير، اكله وشربه واصل اليه، بل نطاهم فرصه كل من يعلم عدد من المسلمين القراءه والكتابه يشتري حريته. فانت سالتي سؤال الجواب من سيره الرسول عليه افضل الصلاه والسلام تلقيه. اما فيما يخص 9/4 حتى ارجع الى موضوع المعتقلين، هيئه علماء المسلمين اليوم قالت انه اليوم 9 نيسان كان يوما شديد القسوه على ابناء العراق، خصوصا زادت قسوته وشدته من منظر تلك الوجوه التي جاءت مع الاحتلال يملأها الزهو والسرور وهي تتبادل مع الغزاة علامات النصر وتصفيق المحتفلين. وأضافت برسالة مفتوحة بمناسبة الذكرى 17 للاحتلال، لقد مر على ذلك اليوم 17 سنة وما زالت تلك الوجوه الكالحة التي عبدت الطريق لاحتلال العراق على كراسي الحكم جاثمة. وأكدت أنه هي حذرت منذ الأيام الأولى من النهج والنفس الطائفي ووقفت بوجه كل دعوات التقسيم وما تزال، حيث كان موقفها نابعا من معرفتها بوعي الشعب العراقي. وقالت أنه الشعب اصطدم بواقع العملية السياسية المهترئة والتي تمثلت بمجموعة من اللصوص الذين لا هم لهم سوى نهب المليارات على حساب الشعب المغيب بشعارات الدين الذي يبرأ منهم ومن زيف تدينهم وسياساتهم. أم عبد الله من عاصمة الرشيد بغداد، حياك الله. حيا الله من قال. السلام عليكم. هلا بيك أمي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتكم لقناتكم الشريفة ولكل عراق شريف، وليلة جمعة مباركة على العراقيين وعلى المسلمين. ألو. نعم علو. نعم أم عبد الله وياك، تفضلي. علو. استاذ احنا اليوم الذكرى 17 سنة لاحتلال العراق. 17 نعم 17. ترى احتلال العراق ما كان يعني بسهوله يحتل العراق من قبل امريكا. ليش؟ لانه احنا كدوله قويه، ترى احنا عندنا جيش رابع جيش في الدول العربيه، هذا اولا. وعندنا كان قائد اللي كان يجمع العراقيين كلهم تحت مظله واحده، يعني لا اكو فساد ولا اكو طائفيه ولا اكو اي شيء كان من هذا الموجود اللي بنعانيه في اليوم. طبعا امريكا اخذت موافقات الدول العربيه والدول الاجنبيه ودول ايران في احتلال العراق. ليش؟ لانه كان صدام حسين يعتبر الوجه الحقيقي لقوه العراق وحتى لقوه الدول العربيه. طيب. فلهذا كان انه امريكا ارادت ان تكسر جانب الخوف بالنسبه للانظمه العربيه والانظمه العربيه في سقوط صدام. فلهذا احنا كعراقيين، ترى استاذ احنا يعني الامريكان اعتمدوا على يعني على قسم من ابناء الشعب العراقي مع احترامي للشرفاء، منهم رجال الدين اولا زين، ومنهم من خاصه الاكراد، وقسم من عندهم يعني من اللي باعوا وطنهم يعني. يعني ام عبد الله انا الذكرى 17 اريد امر عليها لانه هي اليوم 9/4 وذكرت بيان هيئه علماء المسلمين، لكن ما اريد اتعمق في خصوص ذكرى 17 لاحتلال العراق وقلت هو يوم اسود، انا يعني اريد اظل مركز على موضوع المعتقلين لانه الامهات العراقيات يعني قلوبها ملشوعه من هذا الموضوع. استاذ هو يا عراقي ما ملشوع. يعني هسه يعني اذا تطلع بالشارع بالعراق كلها يعني تدرس دموع القهر للمعتقلين بالدرجه الاولى وللمتظاهرين بالدرجه الثانيه، حاله الجوع اللي اصاب العراقيين، حاله التاخر، الفساد، المخاصفه، العراق هسه
لا حكومة لا قانون لا أكو جيش يعتمد عليه في القضاء على الشغلات اللي تصير. يعني بدول العالم كلهم حافظوا على دولهم وعلى جيشهم، وجيشهم كان سند إلى النظام السياسي، لكن إحنا هذا ما شفناه. إحنا هسه بنعاني معاناة كبيرة. أول معاناة المعتقلين اللي صار لهم جد أكثر من 12 سنة هم يعانون الويل، وهسه على المعتقلين التظاهرات اللي موجودة بالنسبة للمناطق الجنوبية. يعني ترى إحنا إلى الآن لا تصدقون يا عراقيين إنه يطلق سراح أي معتقل إذا كان من التظاهر وإذا كان سني من المحافظات السنية. اعتبروا هذا الموضوع منتهي. ليش؟ لأنه الحكومة ملتية ما عندها شغل بالشعب العراقي، لا تريد تقدم خدمات أستاذ ولا تقوم بعملية حل مشكلة. أريد مشكلة تنحل. هسه الوجه الحقيقي للعراق هو مقتدى. مقتدى هو اللي يحل ويربط في السياسة العراقية، هو اللي يحل ويربط بأبناء الشعب العراقي. إذا هم العراقيين ما بيحسون مع الاعتذار، إذا هم موجودين رجال الدين وهم سبب في نكبة العراقيين، ليش ما يقومون بعملية إزالة رجال الدين؟ ليش إلى الآن أشوف كثير منهم يأيدون رجال الدين ومع العلم هم سبب النكبة في العراق؟ السياسيين ملتهين. اليوم راح يقومون بعملية اختيار عدنان الزرسي، والله ما قبلنا عليه لأنه الأحزاب ما قبلت عليه، راح يجيبون الكاظمي. يعني ما نعرف، إحنا عايشين في دوامة ما إلها حل أستاذ، ما إلها حل. وراح يبقى هذا الوضع ترى بعد 16 سنة يعني لا سمح الله. إذا إحنا ما نقوم بعملية يعني نفكر بدولتنا ونفكر بأبنائنا، ترى ما يصير لنا حل يا أستاذ. وأعتذر لحضرتك. طيب. شكرا. لا لا، العفو 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 منك أم عبد الله، وشكرا جزيلا لك. طبعا العراق بمشاكل هواية، القطاع الصحي مثل ما شفتوا اليوم في برامجنا وأيضا في نشراتنا في الأيام الماضية يعاني ما يعاني، والكل يعرف ما يعاني القطاع الصحي. القطاع الزراعي منتهي، قطاع التعليم أصلا خرج من تصنيفات اليونيسيف، وأيضا قطاعات الخدمية الأخرى منتهية بالعراق. يعني تمطر الدنيا، الدنيا تفيض، لكن السياسيين ما يباعون إذا فاضت بغداد أو المستشفيات بها ضفادع أو بها حيوانات أو وقعت أو طفحت بها المجاري. ما مهتمين إلى كل هذا الأمر، مهتمين شلون يطلعون واحد جديد بدال عادل عبد المهدي. جابوا لنا محمد توفيق وقصي السهيل، وجابوا لنا عدنان الزرفي. عدنان الزرفي استقال، سيجانا مرشح جديد مصطفى الكاظمي، وما شاء الله يعني السياسيين العراقيين ما اعرف شلون يباعون على الشعب. ايضا رغم الحظر اللي بالعراق، رغم موجه كورونا، رغم اللي ديعاني العراق، الشعب دا يبدي رفضه الى كل المرشحين السياسيين. فالسؤال اللي ينطرح للسياسيين، انتم مجموعه من الناس ما بيكم الف واحد، واكو 33 مليون واحد، ايش وقت تفتهمون هل 33 ايش يردون منكم؟ ام جمال من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. انا يابا عندي 3 معتقلين. الله يعينك. وحكموهم. نعم. ايه حكموهم، روح اواجههم يقولون على شنو حكمونا، لان احنا ما نعرف شنو اعترافاتنا. نعم. وقعونا على اوراق ما نعرف ايش بيها وما بيها. ايه. وهسه نطالب بالعفو العام. ايش قد حكموهم امي؟ حكموهم كل واحد 20. كل واحد ايش قد؟ واحد اعدام. كل واحد 20، واحد اعدام. يعني مؤبد واعدام؟ اي واحد اعدام واثنين على 20 اشهر. زين اعدام على شنو؟ والله خذوه شالوه، هو جاهل جاهل، بعته جاهل حتى الله اللي يدري به. ايش قد عمره الله يخليك يا رب؟ عمره؟ اي 2000. مواليد 2000. وش قد صار له بالسجن؟ صار له هالسنة الرابعة
بدأ بيها، وأخوته صار هاي 6 سنين. يعني أي. اعتقلوه عمره 16 سنة وانحكم إعدام. أي. نعم. أي وهسه مواجهات ماكو، مصرف وهم تعبانين، ولا مصرف ولا علاج أوديهم ماكو، والله كل واحد عنده 5 جهات. زين ولا امرا عليك امي العزيزه، اللي محكوم اعدام عمره 16 سنه لما اعتقلوه، البقيه ايش قد؟ هذاك 21 سنه وانا اخر 18 سنه. هسه 21 و18 لو من اعتقلوهم؟ لا من اعتقلوهم. يعني هسه واحد من عندهم عمره 26 والثاني عمره 22. نعم نعم نعم. ايه اذا ابنك الصغير المحكوم اعدام والكبار 20 سنه. اي والله 20. طيب وهسه بهالحاله هاي لا انا الوحيده عندهم، لا ابو عندهم بعدهم، ولا اخو عندهم، وكل واحد عنده 5 جهال وبس النسوان والجيران، الله شاهد. حاضر ايه. وصل صوتك. ولا مواجهه ولا كل شيء، وبهالحاله هاي مطالب على العفو العام. وصل صوتك يما. اريد عفو. اي والله وصل ان شاء الله، وان شاء الله يسمعوك. شكرا 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 لك ام جمال. ام علي من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. انا الله يخليك، انا اشكر قناتكم الشريفه اللي توصل صوت العراقيين وصوت الامهات اللي مبجوعه قلوبهم. استاذ رفل يوم الله يخليك. على راسي اتشرف بيش، اسمي افل بالالف وليس بالراء. الله يخليك. هذا واجب قناة الرافدين، وصدقيني انت وكل امهات العراقيين شرف لنا انه احنا ندافع عن العراق وعن العراقيين، وما يحتاج تشكرونا عليه. نعم يما. فدوى لقلبك، فدوى لقلبك استاذ. نعم. انا ابني سجين. الله يفك اسره يا رب. زين. ابني سجين بمال كاظمية وحكمه باطل، حكمه باطل، انحكم مؤبد، هي قضيته قضية مشاجرة. انحكم مؤبد على مشاجرة؟ تسمعني؟ اي والله، والمقصود من اللي توفى هو مو المقصود، هو فازوك، اللي انضرب فاز، اللي مقصود ذاك مشي بالشارع، واللي فازوه انضرب. ما متقصد ابني، ولا عندنا عداوة وياه ولا أبد. زين حكمة القاضي مؤبد، مواليد 99، حكمة مؤبد، خليت له محامي. ايش صار له بالسجن يما؟ خابرت صار له حيصير له 3 سنين، رح يصير له 3 سنين، مواليده 99. زين يعني 17 سنة من ناخذه. 99. اي نعم. زين واريد اناشد الضباط اللي هو حكم القاضي، ما دقق بقضيته، ما شاف التحقيق الطبي، ما شاف دعوته مشاجره، شاف رأفه بالدعوه مالته، نظيف مؤدب ما عنده سوابق. طيب. ليش تحكمه مؤبد؟ ليش تحكمه مؤبد؟ طيب انت محامي يقول لي هذا حكمه باطل. رحت للتمييز، التمييز قال لي عيني بالتمييز، لما اروح للتمييز يقول لي 3 دفاتر ابنك اسويه 5 سنين، 3 دفاتر منين اجيب انا 3 دفاتر ينقص حكمه. الله يعينك يمه. الله يعينك. الله يعينك. يعني التمييز فلوس، المحامي فلوس، يتنازلون عنه فلوس، هذا وين اكو هذا هيك حكم؟ وين؟ بيا دوله هاي صايره. طيب. انصحوا وطلعوا بيض السجون، الله يبيض وجوهكم، الله يبيض وجوهكم اذا طلعون هاي البلافريه النايمه بالسجون، هاي الشباب الحلوه النايمه بالسجون، والله سهوليا علي بعتها ومدينه مصرف وصارت 3 سنين ما وين ما وين، والله العظيم يخافني ما ادري بيصير قطع يصيح يمه يمه، ومن يقول يمه هذه من يبي حالي يروح يا استاذ. الله يعينك. الله يعينك ام علي، وشكرا جزيلا لك، ويا ربي يبرد قلبك ويقر عينك بشوفته ان شاء الله ويطلع لك يا سالم غانم. بس انا اريد اسال سؤال واحد هسه من اتصالين، من ام جمال ومن ام علي.
أم جمال تقول ابني عمره 16 سنة من نخذه حكمه إعدام، وأم علي تقول ابني 17 سنة وحكمه مؤبد. بالله بيا قضاء هذا حدث، المحكومين اثنيناتهم حدث أحداث، بعدهم مصارين 18 سنة حتى تعاملوهم كبالغين، وأحكام الأحداث تختلف عن أحكام البالغين، هاي بكل دساتير الدنيا وبكل قوانين الدنيا، ماكو حدث ينعدم ولا حدث ينسجم مؤبد، الحدث يدخل إصلاحية إذا كان مسوي جرم وثبت عليه جرم، أما مشاجرة ينحكم عليها مؤبد أو ولد عمره 16 سنة ينحكم إعدام، إيش مسوي؟ خميسي من الجزائر حياك الله. خير أخي العزيز، أنا من الجزائر. هلا بيك أخوي. هذا أولاً ندعو بالرحمة والشهادة لإخواننا الذين يشهدوا في أرض الوغى. الله ربي يرحمهم، الله ربي يخف عليهم. ثانياً نتمنى الشفاء لإخواننا الجرحى والصبر لأمهاتهم. أتمنى من ربي سبحانه عز وجل يطلق سراح كل المأسورين، والله ما سمعته ينده الجبين ويبدأ يديه القلب ألما وحزنا على حدث في العراق من قواطئ ومن أحكام جائرة من طرف شرذمة فارسية لا دين لها ولا قيمة لها، وكل أحكامها جائرة، وإن شاء الله سينتقمهم الله. نعم. كل من يتجبر على وجهة الأرض ويفعل فيها هذه الأحكام الجائرة ويتسلط على الشعوب، إن شاء الله اقترب أجلهم واقترب فرج العراق إن شاء الله. نعم. سبحان الله العظيم، كم من مرة أتصل بكم ويغلقون القنوات الاتصال بكم، هل أنتم رجال؟ هل أنتم نصوص؟ هل أنتم بشر؟ كيف تتحكمون في اتصالات البشر وأنتم تفتحون أبواب الكورونا إلى بلادكم يا منافقين؟ بأي علم هذا؟ أي ذل هذا؟ أي ذلة هذه؟ لم أرى شعب خانع مذلول مثل هذه الحكومة الطاغية هذه التي تحكم العراق الأبي. أتمنى من الله فرجا قريبا قريبا للشعب العراقي والأمة العراقية، والله أمي قد أبكيتني ما بالدم، والله دم، والله دم. أسأل الله لك الصبر والسلوان، أسألك الله أن يفرج عنكم همومكم. طيب شكرا لك اخ خميسي من الجزائر، بس اكو خلل من الصوت من المصدر، يبدو اعتذر للساده المشاهدين اذا ما فهموا كلامه، لكن هو دعا الى العراق ان يعود الى وضعه الطبيعي في الامه العربيه. شكرا لك اخ خميسي. ام محمد من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ ما صدق احمد بدنا نحكي عن المعتقلين. موضوعنا عن المعتقلين وانت على الهواء، تفضلي يمه. اي والله استاذ، انا زوجي محكوم 20 سنه وضرير، يعني هسه لو شوفه في سجن الناصريه يعني يوحى له. على شنو انحكم امي؟ انحكم دعوة من 2006 بالطاعتيه جايه بالنهر، وانا اكو جماعه جايين على فيت وماخذين خاطرين 14 سلمه. نعم. أول شهود الشهدوا 18 واحد طلعوا قبل لزموا وجو وطلعوا فراد. نعم. انقطع الاتصال يا أم محمد، شكرا جزيلا لك. أم حسن من الناصرية حياك الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. نشكر قناتكم اخي، نشكر قناتكم الموقره. ما عندنا يعني احنا ما عندنا احد غيركم وغير قناتكم. ما احمل هسه ما نحمل المسؤوليه للحكومه، لان الحكومه بعد ما تسمعنا، الحكومه مو للشعب. نحمل مسؤوليه، نحمل المرجعيه وهيئه العلماء والمسلمين يتدخلون وينقذون حال ولدنا وحال، يعني احنا شنو ذنبنا؟
شنو ذنبنا يعني الزوجات أطفالنا شنو ذنبها؟ بس أرد أسأل السؤال أم حسن، يعني أنت قلتي أحمل المرجعية وهيئة علماء المسلمين، ليش ربطتي بين الاثنين؟ شنو الربط؟ شو لهم علاقة الاثنين؟ يعني هيئة علماء المسلمين ما لها علاقة بالموضوع من البداية حذرت. والمرجعية نحملها ليش؟ إحنا ولدنا ليش ما يتخذون قرار؟ شنو يعني الحكومة نعم. هي ميتة، هي أصلاً ماكو حكومة، ليش نحمل المرجعية من تطلع يعني على يحجون على كورونا ويحجون على السوالف؟ ليش ما ينظرون للسجناء؟ نعم. ليش ما ينظرون حال الأمهات؟ ليش هيك إحنا؟ ليش الصفات هسه قاعد تحكم بينا واحكام باطله؟ شنو ام الرمادي تخابر وتبكي لعتها ثلاث ولد ولعتها وزوجها محكوم و15 سنه الله ما يخافوني 15 سنه حاكميني؟ شنو الظلم هذا؟ شنو يعني شنو الكراهيه هاي؟ كراهيه وين السجناء وين امهات؟ ليش ما يقبلون يطلعونهم؟ يعني يتحملون مسؤوليه اذا صار شيء بالسجناء؟ الامهات هاي تبكي، شايفين هم المواجهات؟ رايحين للسجون ويانا وشايفين المواجهات، ليش هيك الظلم هذا؟ احمل المرجعيه تتخذ نعم. قرار ويطلعون موقف لو يحرمون لو المرجعيه تحرم يعني اطلق الصراحه هواي ابرياء اطلق الصراحه العفو هذا من قال العفو هذا ما اعطاه صحيح ماكو قانونيه لجنه قانونيه ماكو من قرر العفو طيب. قرر عفو عام وماكو نص حكوميه ليش يربطها بالنص المحكوميه يعني المحكوم 20 سنه يظل 15 سنه يلا يطلع وين اكو حكومه ما احمل حكومه انا احمل مرجعيه احمل هيئه العلماء والمسلمين يدخلوني ينقذون الشعب العراقي طيب. من البؤره الفاضيه نعم شكرا قناتكم اخي وانتم من خلالكم اريدكم توصلون صوتنا احنا يعني مليانة. وصل صوتك ان شاء الله بشكل مباشر على الهواء مباشره وسمعوه كل العراقيين وكل العالم العربي والعالم الغربي همنا وياهم ان شاء الله يوصلوا ويسمعوك هم شكرا جزيلا لك ام حسن أتحول إلى رسائل الواتساب وما شاء الله كثيرة جدا أول رسالة وصلتني اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أم صادق نطالب بالعفو عن المساجين والمعتقلين النساء بالسجون ضالة أكو مرة تنحكم 15 سنة بسبب عذاب الضابط حكت شيء ما سوته برهم صالح يضحك علينا بالعفو الخاص لو على نفسه إحنا نطالب بالعفو العام وشكرا إلى قناتكم الموقرة رسالة أخرى والله ملينا والله شبعنا ضيم يا حكومة يا ظلام أنتوا كفرة والله مو مسلمين ما عندكم ذرة رحمة ليش هيك ولدنا جاي تروح بالسجون جاي يموتون وحتى مواجهة ماكو صار شهرين والله لا ينطيكم والله لا يوفقكم رسالة أخرى السلام عليكم أنا أبو عمار من الرمادي بالنسبة للعفو أشو يقولون وما ينفذون أنا ابني خطف من سيطرة الرزازة احنا نريد العفو يشمل معتقلين الرزازة لأنهم أبرياء وما عندهم أي ذنب خلي يفرحون أمهاتهم لا حول ولا قوة إلا بالله ونشكر قناتكم أنتوا توصلون صوتنا أمي مريضة وراح تموت على شوفة ابنها صارت آخر أمنية إلها تترجاكم وشوفونا حل الله يوفقكم صار 5 أشهر ما شايفته ولا سامع صوته نور من بغداد ربي يشفي لك السيدة الوالدة خويا السلام عليكم إلى قناة الشريفة أخي بالسجن والله الوباء داخل السجن وحتى أكل مدى ينطونهم موت جماعي شاهد لله المن نشتكي الله أكبر يا ناس ارحمونا آني سرور من بغداد أم محمد من الأنبار أخي هي الحكومة العراقية ما تريد تشكل حكومة ما يطلعون السجناء كل الدول طلع سجناءها بس العراق بقى الطالب الحكومة العراقية بالإفراج نطالب الحكومة العراقية بالإفراج عن السجناء السلام عليكم أستاذ يعني والله تعبنا من وراء هاي الحكومة شو وقت يصدر قانون العفو العام أنا زوجي بالسجن وعندي 3 جهال والله ما عندي أحد خلي فرحونا حسبنا الله ونعم الوكيل أنطوان من باريس تحية لك أخي أفل بارك الله فيكم فقط أريد أقول بأنه أبو زكريا كل مرة يتحدث معكم كلامه ويشق القلب هناك الكثير من العراقيين مثل أحب أقول لماذا لا تطلب التبرعات من الطيبين وإرسالها لكل محتاج يجب عمل حساب خاص لأجل التبرعات وإن شاء الله كنا نتبرع شكرا وتحياتي لكم هذا اقتراح شكرا لك أخ أنطوان رسالة أخرى تحية طيبة لقناتكم الشريفة هؤلاء الفاسدين هم أعداء الوطن تجمعوا وأجمعوا شرهم وحقدهم على العراق وخططوا للنيل من الشعب سينقلبون على عقابهم خائبين مهزومين لأن الحق منتصر دائما تحياتي أخوتكم مهنا شريش من ذي قار قضاء الفهود رسالة أخرى أخي الكريم معاكم عمر بنت الدليم أخي مسجون بسجن التاجي محكوم عليه ظلم وربي بجرب ومواجهات ماكو
وربي بجرب ومواجهات ماكو، وضعه صحي مدهور وعمره 22 سنة، وطالب أهل الغيرة تتدخل فوري. جزاكم الله كل خير. أخي معاكم أنا أخويا الصوفي مسجون، طالب كلية مظلوم، 4 أرهاب والله العظيم، وزوجي أيضا وابني مظالم وكل شعبنا العراقي عامة. أنا أم إبراهيم من ديالة سجنة، وابني إبراهيم عمره 20 سنة وما عندي أحد غيره، وأريد تبييض السجون لأن السجناء كلهم مظلومين. السلام عليكم، أنا أم علي من البصرة، ابني سجين ومحكوم 5 سنوات وشهر، يطلع بالعفو على تهمة باطلة، لا موجهة ولا اتصال، ولا صار لشهرين لا مواجهة ولا اتصال وصار لشهرين ما أدري بأخباره. مساء الخير أخي العزيز، أنا أشكرك توصل صوتي من خلال قناتكم الكريمة. أنا أم كيان من بغداد، نطالب بالعفو ونناشد إن شاء الله الرئيس الوزراء الجديد شوية عنده رحمة على العراق وينصفه بالعدالة والحق. السلام عليكم، تحية خاصة لقناة الرافدين، نعزي الشعب العراقي بهذا اليوم المشؤوم اللي باعوه الخونة. وبالنسبة للسجناء، أنا عندي سجين بسجن التاجي محكوم 15 سنة كمل 11 سنة والحد الآن معتقل، ونشكر القضاء العادل والخزي والعار على هاي الحكومة. رسالة أخرى، تحية طيبة لقناة الرافدين صوت الثورة. الميليشيات والأحزاب يراهنون على عامل الوقت، نحن نؤكد على استمرار حراكنا المبارك، وعد ترجع الثورة. تحياتي أخوتكم المعتصمة شدها عبيدان من ذقار المشلبية. رجل من العراق أو شخص من العراق باع صورته في أحد المعتقلات، والصورة يرثى لها، الله يعين يا ربي. السلام عليكم، يجب القضاء من القضاة العامة إطلاق سراح كل المعتقلين فورا، اليوم يوم أسود ذكرى احتلال العراق. أنا أقول إن شاء الله سيعود العراق بعزم شباب الثورة، وسيذكر التاريخ النصر قريبا، وكل اللي سرق العراق سيلاحق من قبل الشرفاء. تحية إلى الثوار، عاش العراق. نوار من هولندا. السلام عليكم ورحمة الله، أخي أنا أطالب بالعفو العام، عندي 3 معتقلين أخي، والله ملينا تعبنا، يعني الدول كلها انطت عفو، ليش ما ينطون عفو؟ جدا ينتظرون، حسبنا الله ونعم الوكيل. أم أحمد من بغداد. السلام عليكم بالرافدين صوت الشعب، أستاذ أفل، الحكومة تدري الميليشيات تقتل المتظاهرين، هم ذيول إيران اللي جابتهم على الدبابات الأمريكية، حسبي الله ونعم الوكيل، وشكرا لكل كادر الرافدين العظيمة. فاتن من ألمانيا. الشيخ أبو كرار من البصرة، ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون، إلى كل من يهمه الأمر، يا وزير التجارة هل أنت نائم مع النائمون أم قاعد مع القاعدون؟ والله ما أظن أنت قاعد أخي، عيب عليك، أطلق مفردات البطاقة التموينية، كتلنا الجوع، أنت ما تستحي على وجهك، إلهي مثل ما إحنا كاتلنا الجوع، ابليهم بهذا الوباء وريح العراق من بلواهم. السلام عليكم، زهراء من العمارة، تحياتي لك أخي أفل الغيور. كل مرشحي الأحزاب مرفوضين وكلهم على هذا الكذب مالتهم، نبني العراق ونساعد العالم، بس هالسلال كل منذ 2003 لليوم مرفوض، وراح نختار شخص عراقي يحمل فقط الجنسية العراقية. تحياتي لكم وربي يحفظ العراق ويحفظكم. رسالة أخرى، السلام عليكم، ونطالب بالعفو العام الشامل عن جميع المعتقلين الأبرياء، وناشد أهل الغيرة ينقذون السجناء. السلام عليكم، أنا أم محمد من الغربية، قسما بالله لا يقسم برمضان، والقسم لا يقسم برمضان، إذا ولدنا ما صام ويانا قسما بالله لنقلب عليها سافلها، يا حكومة أنتوا تبيض للسجون، لا تنسحلون بالشوارع، أكو حملة ظالمة بالموصل والأنبار لقلب هذا النظام، إذا لم يطلق العفو العام حدهم للعيد، وشكرا لك. السلام عليكم أستاذ محمد، أنا أبو عادل من الأنبار وناشد قناتكم الشريفة، توصلون صوتنا، إحنا أهالي معتقلين الرزازة، نريد الحكومة تشوفنا أولادنا وين صاروا وليش ساكتين وما ينطونا جواب، والله تعبنا، حسبي الله ونعم الوكيل على هاي الحكومة. تحية لك أخي أفل، المعتقلات ممتلئة بالسجناء الأبرياء، سواء تظاهرات ثورة تشرين أو متهمين بتهم، ومخبر سري تهم جائزة خصوصا 4 أرهاب، منذ 17 عام مثل هذا اليوم عاث المحتلون خرابا في البلد، ولم تسقط، ستعود شامخة وتعود لياليها أفضل، وتستبدل الحكومات ويزول أذناب الشر ويتولى الوطنيون زمام الأمور. تحية لكادر الرافدين. السلام عليكم قناة الرافدين، لماذا هذا الظلم بالنسبة للسجناء؟ لماذا هذه المعاملة الوحشية الدموية للإنسان؟ أين الرحمة والغفران؟ ويقولون نحن مسلمين، اتقوا الله يا بشر. أوهام من نيوزلندا. السلام عليكم، رسالتنا إلى حكومة الذل والعار، أي رئيس وزراء تمرروا مرفوض إلا من رحم الشعب، فكيدوا كيدكم أيها الجبناء العملاء، إننا عائدون وبقوة، أخوكم منذر المالكي من البصرة.
أنا أم أحمد من البصرة، ابني سجين حكمه 10 سنوات، كان ببغداد، كان براس صديقة وقضوه صاحبة، كان وياه وتهمة نطالب بالعفو العام. والله أبوه مريض بجلطة، حاطينه بالأحداث وصغير، هو شيء فقير، والله صار له شهرين ما شايفينه وما عدنا فلوس حتى غراض بيتنا قمنا نبيعها. السلام عليكم أستاذ أفل، تحياتي إليك ولجميع العاملين على هاي القناة. أني أم أخذوا ابني وسدوا عيونه وبصموه على اعترافات ما يعرف شنو يقول. أمي بصموني على أشياء ما أعرف بيها شنو، والقاضي طرد المحامي من المحكمة وحكموني بالإعدام. حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. وأني أناشد كل شريف عراقي عنده غيرة على أبناء بلده أن يقف بجانب إخوانا المعتقلين أبرياء. تحياتي لكم أم سارة. السلام عليكم، أرجو بالعفو العام. أخي طالب مدرسة أخذوه من جسر الرزازة من جهات لا نعلم من هم، والله ظلم. وزوجي منتسب انخطف من طرف داعش، ولا أعلم عنه أي شيء. معلومة، الله يوفقك، أريد أي معلومة عنهم، أرجو إيصال المناشدة. السلام عليكم، إن شاء الله قريبا ستمتلئ قلوبنا فرحا بتحرير عاصمة التاريخ بغداد كما امتلأت حزنا يوم احتلالها، وسيرفرف علم الله أكبر أبو الثلاث نجمات فوق هامة القصر الجمهوري. أما أحباؤنا الأسرى فلن يطلق سراحهم بعد الله إلا أنتم يا أهل الرافدين، يا أحفاد عمر وسعد بن الوقاص والمثنى والقعقاع، حرروا أبناءكم بأيديكم، أخوكم أبو نورة. نحن أهالي الشيعة نرفض أي عفو لا يشمل إخواننا السنة المعتقلين، وأنا أحد الشيعة المعتقلين، وريت الظلم اللي يقع على إخواننا السنة ينشال. أرجوك أعرض رسالتي، أخوك إبراهيم على رأسي. أخوي إبراهيم، وهاي الرسالة اللي إحنا ندورها، إحنا ما ندور يعني أنت كاذب، إحنا الشيعة أو أني أحد الشيعة، إحنا ما نقول هذا الشيء. أني أقول كل عراقي غيور يطالب بكل السجناء المعتقلين الأبرياء، كل السجناء الموجودين بالسجون للحفاظ على أرواحهم. بعد ما نريد نحكي لا بشيعة ولا بسنة ولا بكردية ولا بصابئة ولا بمندائية ولا بأي طائفة من الطوائف. ثورة تشرين إجت حتى تبيد هاي الكلمة، حتى تبيد المحاصصة، حتى تبيد هاي النزعة بينا، ما نريد نحكي بيها. وعلى رأسي يا أخ إبراهيم، أعتذر من البقية، رسالة أخونا إبراهيم كانت آخر رسالة لكن ما أقدر أكمل، الوقت أدركني. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة باكر بنفس البرنامج، صوتكم بنفس الموعد، في أمان الله.